يا جماعة الخير احنا محاصرين من الصبح ومش حدا ندور علينا، لا مؤسسات دولية ولا صليب احمر. القذائف بتنزل على الاقسام بين المرضى، فيش ولا وسيلة اعلام تغطي. يلحقونا يا عالم، مستشفى النصر محاصر، انقذونا باي طريقة. حسبنا الله ونعم الوكيل. عم بناشد الصليب الاحمر، بناشد الجميع، احنا بنقصف داخل مستشفى النصر للاطفال. تقلقش، حسبنا الله ونعم الوكيل. اشتباكات محور مستشفى النصر يا جماعة، احنا فعلا محاصرين، لا بنقدر نطلع ولا بننزل.